الفول، العدس، البيض، الملحة، الأبزار، سكينجبير، الخرقوم، حب الرشاد، الشانوج، زعفران الحر، السمن، الطحين تاع الفينو والفورص، عندنا زيت العود وعندنا زيت الرومية. دابا إن شاء الله غنقولو بسم الله. دابا غادي ندير البصلة ديالنا تشحر، درت شي ديال الزيت سخنات، ديما ديرو الزيت سخون عاد ديرو البصلة باش ما تطلقش ليكم الماء. دابا غادي ندير النص، هاهي الزيت سخونة. النص هنايا ديال البصلة غنخليها تحار مزيان تولي معسلة ونطلقها إن شاء الله. غادي تشحرات لينا ديك البصلة. دابا غادي نلوحو الدجاج ديالنا. غندير معلقة ديال السكين كبير، البزار على حسابكم، يعني هادي معمراش بزاف المعلقة ديال البزار. غندير مقياس ديال الملحة حيت الدجاج راه مغسول بالملحة مرقد بالحامض و القشرة بالحامض. نديرو شوية ديال الخرقوم، نلوحو هاديك البصلة الأخرى اللي بقات، يعني شحرنا النص ونص خليناه. هاد الفول هذا كنديرو غير باش يعقد شويه المرقه ديال هاد الرفيسه. انا شي مرات كنطيبو بحال سلقتو وكنطحنو في الماكينه وعاد كنديرو. دابا انا درتو هكا، غنديرو شويه ديال الزيت الروميه، شويه شويه ديال زيت العود، غادي نديرو الماء، غادي نخليو يطيب. هنايا درت العدس، درت فيه شويه ديال الماء و درتو. دابا غندير فيه شويه ديال العطرة حتى هو، شويه ديال الملحة. داكشي اللي درنا هنا غنديروه هنا، ومن بعد ناخذ شي مرقه من هنا نديروها هكا. شي سكين جبير، خرقوم، بزار، ملحه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت البلديه. دابا نخليو هادشي يطيب ونطلقاو ان شاء الله. دابا ملي طاب داك الدجاج ديالنا والمرقه ديالنا هي طابت، يعني باقا كطيب باقا محيدناهاش، غادي نزيدو فيها شي ديال السمن. غادي نزيدو فيها الزعفران الحر، والعدس ديالنا هو كيطيب. هاد الدجاج قطعتو الصدوره خديتهم، غادي نطحنهم نديرهم كفته باش نديرهم معاه، والطروفه الاخرين درتهم هنايا مرقه ونطلقاو ان شاء الله. دابا غنعجنو العجينه ديالنا باش غنديرو الرفيسه. دابا هذا طحين الفرصه انا غربلتو، دابا غادي نغرب على هاد الفينة حتى هو، يعني تكون شي كيلو ونص، نتوما على حساب الناس اللي عندكم في الدار. الا حساب الطحين تيبقى على حساب الناس اللي كاينين في الدار، يعني من هنا تكون كيلو ونص. هنايا غادي ندير الملحة، غادي ندير شوية ديال حب الرشاد، غندير شوية ديال الشانوج. هنايا عندي الما دافي، غادي نجيب العجينة ديالنا. هاد حب الرشاد والشانوج يعني اختيار، اللي بغا يديرو يديرو، اللي مبغاش يديرو ميديروش. دابا غنجيب
نجمعوا العجينه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. العجينه ديالنا حتى عجناها دلكناها مزيان وخليناها تنقات واحد الشويه. دابا غادي نبداو نقطعو. على حسب اللي بغيتو قطعو كبير ولا صغير ولا واجبو. دابا نقطعو العجينه ديالنا بحال هكا ونخليوها تطلق ونطلقها ان شاء الله باش نبداو نطيبو. دابا بدينا كنطيبو داك المسمن ديالنا كنطلقو كنديرو وحده فوق وحده. ها هي نديرها فوق هاذي. دابا غادي نحلو وحده اخرى هنايا داك الزيت والزبده. ضربت الزبده خلطتها مع الزيت كنحاول ما نكثرش فيه الزيت ملي كنورق. دابا المسمن ديالنا كندير وحده فوق حتى هي هادي. دابا غنقلبوها غنديرو فوق منها هاد الاخرى هادي وحاولوا ملي تحطوها تجرو شويه هاد الجناب هادو. دابا نكملو المسمن ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. دابا المسمن ديالنا هو طاف وقطعتو هكا صغير. المهم راه ولاو دابا كيقطعو بزاف ديال الانواع ديال التقطاع. انا قطعتو غير تقطاع بندية قديمة وهداك الشانوج وحب برشاد جا فيه زوين. واحد المطاق زوين يقعدو تزعمو عليه وديرو جا فيه زوين. دابا غادي نقطعو. نتوما التقطاع هذا اللي بغيتو قطعوه، قطعوه بالمقص قطعوه بالموس قطعوه هكا يا بيديكم. انا منكم فطيمة دخليكم غير الطريقة بندية. وهاد المسمن راه ما درتش فيه ملي كنت نورقو ما درتش فيه الزيت بزاف، داكشي علاش جانا شف هكا يعني ما كثرتش فيه الزيت. ودابا غادي نكمل هاد المسمن ديالي في التقطاع ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نصاوبو هاديك الكفته ديال الدجاج. يعني قلنا جبنا الدجاج حيدنا دوك الفخوضه وداكشي درناهم مرقه وهذا طحنتو يعني غسلت الدجاج. من الاحسن بقاو طحنو هاد الكفته ديال الدجاج في الدار يعني غسلو الدجاج وقادو عاد طحنوه لان داك اللي كيطحن برا ما عرفتش تيغسلوه ولا لا. المهم هذاك الدجاج حيدت منه هاد الصدوره. دابا غادي نديرو القطبان هنايا. غادي ندير هاد القرقاع هذا يعني القرقاع طحنته وهذا ندير شويه القرقاع. هذا الباب ديال الخبز في الزكتة في الحليب باش ما يجيناش القطبان ناشفي. هنا ندير شوية ندير شوية ديال الزعتر. ندير الملحه ندير البزار ندير البصله ندير شويه ديال زيت العود ونخلطو هادشي ونتلاقاو ان شاء الله. الباك الدجاج اللي طحنا هو هذا. نتوما ملي تبغيو ديرو داك اللبابه ديال الخبز عصروه شويه من داك الحليب. انا ما عصرتوش جا شويه بحال الا جاري شويه ولكن جربتو حتى طيبته جا زوين. المهم غير زعمو تبقاو ديرو بحال هكا مع الرفيسه يعني الفخوضه طيبوهم مع المرقه والسدوره ديرهم بحال هاد الطريقه هادي راه كيجيو زوينين. غير جربوهم ونتلاقاو ان شاء الله. دابا الكريت ديالنا هو واجد ان شاء الله. غادي نبداو نحطو فيه. هاهي ديك الكفته اللي درنا هيا شويناها.
ديروها في الفران، ديروها فوق البوطه في مقله، ديروا ديك الشويه فوق البوطه. انا ديك الشويه ديال القطبان درتها فوق البوطه وشويتها، راه كتجي زوينه. غير ديروها هذه، تقدروا ديروها بلا ما ديروا كاع مع هاد التريد. حنا كنديروها مع التريد، كي نتوما الا بغيتو ديروها ديروها عاديه وصافي. دابا غنحطو ملي كنصبقو شويه بالماء تحت، كنديرو شويه ديال الكريت. حنا غاديين حنا كنسقيو على حساب على حسابكم نتوما، شنو عندكم بزاف ولا شويه، نتوما كتحطو نتوما كتسقيو. ورفيسه خصهم تكمل تسقى وتكمل تغطى واحد شويه عاد تبداو تاكلوها، لان باش تشرب مزيان. دابا غادي نكملو ان شاء الله الحطان ديالنا ونتلاقاو. الرفيسه ديالنا هي وجدات، حطينا الدجاج وحطينا فوق منه داك العدس ودرنا البيض ودرنا هاد الكفته هادي. الرفيسه ديالنا هي موجوده، غادي نديرو فوق منها شويه ديال اللوز. الرفيسه ديالنا هي موجوده، كنتمنى الناس يطلبوها لي بالطريقه ديالي تعجبهم. ما بقى ليا الا ندردر المحبه والسلام للمغرب الحبيب.